وفي الأخبار المسائي كان الكلام عن غضب مارتين لاسارتي بعد المباراة، وقالت إن سيطرة حالة من الغضب على مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بسبب سوء أرضية ملعب برج العرب في اسكندرية، وده اللي أثر أكيد على أداء اللعيبة في مباراة القمة 117. عقد المدير الفني جلسة مع اللعيبة قبل ما يبتدوا الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري والمقررة إن شاء الله بكرة يوم الثلاثاء على استاد برج العرب في اسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة. كمان أوضح أهمية المباراة اللي جاية وإن الفوز بيها بيضمن ليهم صدارة المسابقة لأول مرة خلال الموسم الحالي، واللي ممكن تستمر في حالة تعثر نادي الزمالك في مباراته اللي جاية قصاد سموحة اللي هتكون إن شاء الله يوم الأربعاء. أكد كمان مارتين لاسارتي إن نتيجة مباراة القمة ما أثرتش على حظوظ الفريق خلال مواجهة سان داونز، أو مش هتأثر خلال مواجهة سان داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبدأ كمان مارتين لاسارتي إن هو يجهز حزين الشحات لماتش الاتحاد السكندري، وكمان هو كان مستبعده من مواجهة القمة. كمان برضو مواجهة الفريق السكندري هتكون أكيد قوية جدا، وده كلام مارتين لاسارتي، وثأرية في نفس الوقت بعد الخسارة في الدور الأول، وده بنتيجة طبعا أو كان بنتيجة 3-4 في مباراة مثيرة. كمان كشف مارتين لاسارتي إن هو مستني رجوع حمدي فتحي وليد سليمان، وساعتها هتكون القوة الضربة للنادي الأهلي خلاص اكتملت، وهيكون كمان المارد الأحمر فرصه كبيره جدا لتحقيق الانتصارات المتتاليه. كمان مستني صالح جمعه اللي رجع برده مره ثانيه للتشكيل ان هو يحصل على فرصه اكبر خلال مباراه الاتحاد السكندري زي ما وعده المدير الفني، خصوصا طبعا ان هو بيعيش حاله فنيه كويسه جدا من فتره كبيره كمان، والجهاز الفني شايف ان اللاعب يستحق ان هو يكون متواجد في المباراه، وده وفقا طبعا للظروف المحيطه باللقاء وخطة اللعب، خصوصا طبعا ان صالح بيتمتع بامكانيات كبيره ويقدر ان هو يصنع الفرق، لكن سواء سوء ارضيه الملعب اثر كتير طبعا على اداء اللعيبه. اكد كمان مارتين لاسارتي ان القمه لو كانت انتهت بفوز احد الفريقين فان الدوري ما كانش هيحسم او هيتم حسم نتيجته بسبب الفوز ده، لان في لسه 11 مباراه متبقيه ب 33 نقطه، صعب جدا حسم اللقب مبكرا لاي فريق.